الأحداث التالية تحتاج مننا، مش عايز أقول مع كل ساعة، ولكن مع كل لحظة من لحظات العشية سيد المسيح، تحتاج أننا نسمع من الأهم الحب الفردي. أحبائي، لعل أكبر مشكلة سقط فيها الإنسان بالقضية شعوره بالوحدة أو بالعزلة. لو سألنا آدم وهو في الفردوس إيه رأيك في العيشة اللي عايشها؟ يقول لك أنا شاعر إن مفيش حد يشاركني مشاعري، أو مفيش حد حاسس بأحاسيسي، أو مفيش حد شاعر بضعفي. هذه الشكوى موجودة، وما نستغربش إن هي مع الطفل الصغير ومع الفتى ومع الصبي ومع الإنسان الغني ومع الناس اللي في مراكز كبيرة ومع الإنسان الفقير ومع الجاهل. الكل أحيانا يصرخ كما لو كان لا يوجد من يشاركه ألامه. تلاقي عيل كده صغير ابتدائي يقول لك أبونا أصل بابا وماما مش حاسين بيا. تحكي لك كده حي 9 سنين ولا 3 سنين يقول لك بابا وماما مش حاسس بيا. وممكن تيجي شاب كده صبي في الإعدادي يقول لك أصل أبا اعترافي مش عارف إن جوايا مش بيحس بمشاعري. وشكوى كل زوج وزوجة، كل زوجة يقول لك أصل هو وأخواتي مش حاسس بالبيت، مش حاسس أنا بعمل إيه. ونفس القصة هو يقول لك هي قاعدة في البيت مش حاسة أنا بعمل إيه طول النهار. شكوى سببها مش الظروف، لكن سببها القلب التعبان اللي فينا. النهارده كنت قاعد اقرا في المزمور 109. الحقيقه اتألمت جدا والمرتل داوود يقول ايه عن الانسان، ما بتكلم عن يهوذا لكن تمثل الانسان الشرير بوجه عام او عمل الخطيه فينا. يقول احب اللعنه، احب اللعنه فتبعته. يعني مش هو سقط تحت اللعنه، ده هو بيعشق ان يكون تحت اللعنه لانه بيحب لسه الخطيه. احبائي، كلنا في مرات كثيره احيانا نشعر كانه لا حول لنا ولا قوه، بالاخص في الايام اللي احنا النهارده كل الناس كل العالم بيقول لك في اخبار احداث اسكندريه، من اقصى شرق استراليا لاقصى غرب في امريكا بعدها في هونولولو. تلاقي كل الناس شغاله تقول ايه؟ أمالهم هم حاسين كده انهم لوحدهم. احبائي، مش الاحداث هي اللي بتخلينا وحدنا، الضعف بتاعنا هو اللي بيخلينا وحدنا. مسيحنا احتل المكان بتاعنا ودخل في الآلام وشاركنا آلامنا ودخل إلى البستان. وهو دخل هذا التلاميذ إيه؟ قال لهم وتتركونني وحدي، ولكن لست وحدي لأن الأب إيه؟ كائن معي. ولاد ربنا ممكن يبانوا كأنهم لوحدهم، ولكن أحبائي يقولوا مع المسيح رب الملك وأنا لست وحدي لأن الآب كائن معي. النهارده مسيحنا احتل مكاننا إنه بيه لوحده في البستان، ويروح لتلاميذه ويقول لهم أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ أليست هذه هي صفقة كل واحد وكل واحدة فينا؟ مين حاسس بيا؟ مين بيشاركني مشاعري؟ مين بيسهر معايا؟ مين بيئن مع أبنائي؟ مين بيعرف ضعفاتي؟ مين بيترفق بيا؟
أحبائي، إلهنا الصادق الذي أحبنا احتل هذا المكان لكي نحتل نحن أيضا مكانه، ونقول وأنا لست وحدي لأن الآب كائن معي. الدنيا هاجت على بولس وسيلة، واتخذت مؤامرات وخطط كثيرة، وبحسب الفكر البشري لم يفلت من يد الكتبة والفريسيين والكهنة ورؤساء الكهنة، وبالتفكير البشري حتما ستنتهي حياتهما بالمرارة أو بالإعدام أو بالرجم إلى آخره. ولكن فيما هما وحدهما في السجن الداخلي كانا يسبحان الله في نصف الليل، وارتكت أساسات السجن، واهتزت السماوات بصلواتهما وتسابيحهما، وتغير قلب الحارس، وقبل الإيمان هو وعائلته، واهتز أيضا اهتزت قلوب أعضاء مجمع السنهدرين، ولم يستطيعوا أن يصنعوا شيئا. وأنا لست وحدي لأن الآب كاتب معي. أقول لكم بصراحة، الكلمة اللي بتتقال امبارح في الكنيسة عندنا أو قول الباب، قلت لهم أنا متذكر في أحداث اسكندرية السابقة، قلت كلمة كده، قلت يا جماعة إن لم نتوب الضربة اللي جاية أصعب. أنا خايف أقول وإن لم نتوب الضربة اللي جاية أصعب. الخطية فينا، الخطية فينا، والضعف فينا، والحل للمشكلة هي الرجوع إلى الله بالتوبة، لكي نستطيع أن نقول زي ما سمعنا النهاردة في المزمور: لماذا ابتكت الأمم وتفكرت الشعوب في الباطل؟ قامت ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معنا. دي طبيعة العالم الكنيسة. احنا بنتخيل ان العالم يدافع عننا، وبنتخيل ان العالم يسندنا، وبنتخيل ان احنا ما بنغلطش فليه بنصمد تحت الام وبيطار. هو المسيح كان غلط؟ صحيح النهارده سمعناه يقول: ان كنت قد صنعت رضيا فاشهد على الرضي، والا فلماذا تظلم؟ بإرادته قبل الآلام، ولكن ليس عن ضعف، وليس عن خنوع، ولا باستسلام. بإرادته وضع ذات نفسه لي سلطان أن أضعها، ولي سلطان أيضا أن أخذها. نفسي يا رب إن الليلة دي كده كل واحد، كل واحدة فينا يحملك في ذاته. نقول مع المسيح صلبت، أي حملت المسيح المصلوب في داخلي، فأحمل بروح القوة أن أصبر معه. أحمل بروح القوة أن أصبر معه، وأيضا بروح القوة هي دالة وقوة وبرهة، وأقول: إن كنت قد فعلت رضيا فاشهد على رضي، وإلا فلماذا تظلم؟ مسيحنا دخل البستان والكل ناموا ولم يحتملوا أن يشاركوا آلامه، ولكن لم يكن وحده لأن الآب معه. ونحن أحبائي أيضا، وإن صار العالم كله ضدنا، وإن قامت الأمم وكل قواتها، وإن اتفق الرؤساء معنا على الرب وعلى المسيح، فلا تضطرب قلوبنا. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت، أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت. ولاد ربنا فيهم روح القوة، روح القيامة. أنا ضجعت وقمت يحملوا روح القوة وليس روح الضعف. أنا عايز أمشي بسرعة مع السيد المسيح وهو في البستان، منظر جميل. تقول: يا لما هاجت الدنيا عليك
جميل أقول لك صحيح كأنهم على لص خرجوا بسيوف وعسر، ولكن كانت النتيجة إيه؟ بطرس بفكره البشري وحكمته البشرية استد السيف وقطع حزن عبد رئيس الكهنة. ايه يا رب ده؟ ملكة بطرس قال الودان دي ما بتسمعش، لو الود دي سمعت النبوات ما كانتش ضربت المسيح بالقلم على وشه. الود دي لم تسمع صوت الله ولم تفهم النبوات ولا عرفت الرموز، مع ان كل الامور واضحه وسهله وبسيطه، وكان يمكن للجميع ان يدركوا انه مخلص العالم. كتاب كان بين ايديهم والنبوات بين ايديهم. بطرس استنى السيف وقال الود ما تسمعش صوت ربنا تقطع. ايه رايك انت يا رب؟ قال لا لا لا، انا مش جاي اقطع ودان الناس، انا جاي ايه؟ انا جاي افتح ودان الناس لكي تسمع صوتي. فاخذت اذن وردها مره اخرى. قال لا بطرس، رد السيف الى ايه؟ الى رمده. انا مش جاي يا حبيبي انتقم، ولا جاي اجازي كل انسان حسب اعماله، انا جاي عشان ارد للانسان صوت فيه صوره الله ومثاله. انا جاي عشان اسكب بهائي عليه. انا جاي علشان اسلم ودانه الداخليه فيسمع صوتي ويتبعني. انا جاي علشان احمله في وسط ضعفي على كتفي وادخل به الى فردوسي. يا ربي هل ممكن تدينا هذا الروح الجميل اللي فيه نترفق حتى بالذين يضايقوننا بل وحتى بالذين يقتلوننا؟ قديس اغسطينوس يقول ايه؟ يقول الانسان اللي بيقف ضدك انسان غلبان لانه مريض وعنده حمى ومش دريان بعيشته ومش مدرك للحقيقه، يحتاج إلى الحب وإلى الحنان لا إلى العنف ولا إلى الانتقام. صدقوني أحبائي، في الأحداث الأخيرة ما أتأذى به نفسي ليس من أجل الناس اللي اتجرحوا أو اللي ماتوا، ولكن تأذى نفسي من أجل الناس اللي قتلوا وثاروا ضد الكنيسة من غلابة. لو عرفوا رب المجد لما إيه؟ لما صلبوه. لو عرفوا الكنيسة بحبها لما هاجوا عليها. لو عرفوا أن الكنيسة مجتمع بحب الذي يحب العالم كله حتى المقاومين لهم، حتى المقاومين لها لما كانوا قدروا عليها، لكن هو ده العالم. مع الزمن لازم نتوقع ضد المسيح يليق المسيح، ولكن ايضا مع الزمن نؤمن ان الله يحول الذئاب الى حلان. على راي القديس اغسطينوس يقول لو هجمت مجموعه من الذئاب على حمل تاكله، ولكن دم الحمل يحول الذئاب الى حلان. كم من قلوب، كم من ملايين قبلوا الايمان عندما هجموا الكنيسه واحتقروها وآلوها، وحول الله حتى الضيقة للكرازة والبشارة. ما نقلقش، ما نقلقش وما نضطربش، إنما نحذر من شيء واحد، أن يدخل في قلبنا شيء من الكراهية أو البغضة أو حب الانتقام، الأمر الذي لم نقبله مطلقا. نحن نخشى القضية ولا نخشى الناس. نحن نهتم بقداستنا في المسيح يسوع ولا نهتم بالامور الزمنيه. نحن نشتهي من كل قلبنا ان تنفتح ابواب السماء لكي يدخل العالم كله
الى الاحضان الالهي. بطرس اللي حمل هذه الغيره البشريه الخاطئه بسبب هذا الفكر الخاطئ ظهر الضعف الداخلي. هي بطرس قال حتى ولو الى الموت لن انكرك. متاكد يا بطرس؟ قال واثق. الموت اهون ليا من انكرك. وصل السيد المسيح والويل قبل ان يسيح فيك مرتين تنكرني 3 مرات. ده مش مره ولا اثنين، يعني الثلاثه ده التسليم، يعني التسليم على الانكار. للقديس يعقوب او مار يعقوب السلوكي تعليق جميل على انكار بطرس للسيد المسيح. بيقول بسماح من الله سمح الله ان بطرس ينكر السيد المسيح. ليه يعقوب؟ قال لاني لما ادخل في الضعف اقول ياه ده تلميذ وضعف ومسحنا شانه وأقاموا بل وردته إلى الرعاية. أتحبني يا سمعان ابن يونا؟ أتحبني؟ أنت تعلم يا رب. ارعى غنمي. أحبائي كلنا لنا ضعفات، ولكن أنت الله القوية ترفعنا من الضعف وتردنا ليس فقط للإيمان بل وللدراسة والرعاية والخدمة لحساب ملكوت الله. يعلق مار يعقوب السلوكي يقول ايه؟ يقول للعجب صحيح دي غلطة يعقوب، غلطة بطرس. وسمعنا ان بطرس اخطا مرة واثنين وثلاثة وانكر، بل وانكر بقسم، بل وانكر وصار يسب ويلعن انه لا يعرف، لا شك في المسيح. ليه مار يعقوب؟ قال لو لم ينكر، طب مش بيبرر لبطرس، لكن بيقول لو لم ينكر كان موقف الايه؟ كان موقف المجمع ان يعملوا ايه بطرس؟ يصلب معه. كان موقف بطرس، كان موقف المجمع انه في المحاكمة يقول طيب ده تلميذه يتصلب معه. مع انه مكتوب ايه؟ يصلح ليه؟ مع أتما، يحصل مع أتما. ما رضيش ربنا يخليه يتصرف معاه لأنه يعتبر من ضمن الايه؟ إذا لم يكن أديما يبقى في واحد شارك المسيح الصليب؟ قال لا. اللي يتقدم إلى الصليب بإرادته أنا وحدي لأني مخلص العالم. اتفضل يا بطرس مش مكانك هنا حبيبي. هيجي اليوم اللي اتصرف بس بعد ما اتصرف انا ايه؟ اتصرف لاجل خلاص العالم كله. بطرس شاركه الصليب ولكن رفض ان يصلب كسيده وطلب ان يصلب منكس الراس لئلا يظن احد انه يشارك المسيح في عمل الخلاص. قال لا، انا ما استاهلش اتصلب مثل سيدي، اسلبوني منكس الراس. عجيب عجيب ربنا في خطته، حتى اخطانا يحولها للخير. حتى الاخطاء مع التسليم والتكرار بتاع سمعان بطرس فيها اعلان ان الخلاص يتم عن طريق المسيح وحده، ولا يستطيع احد غيره ان يتمم أو باسم آخر أن يتم الخلاص للبشرية. مسيحنا قدم للمحاكمة زي ما سمعنا النهارده. مسيحنا قدم للمحاكمة وسجن أو حبس في بيت حنان أو حناني رئيس الكهنة. يا للعجب يا احبائي، الله الذي حرر الشعب من عبوديه فرعونه، هذا الشعب بعينه امر بحبسه.
رئيس الكهنة الذي نال الكهنوت منه الآن يريد أن يحبسه ويظن أنه قادر أن يبطل عمله. لكن صورة رائعة لعمل ربنا، لأن الخطية حبستنا. لو سألنا آدم وحواء بعد أن أخطأ ممكن تدونا وصف للفردوس بالأشعار تحكمنا في إيه؟ لو قلنا له قبل الخطية وياه الفردوس ده سمع يكفي بين حين والآخر نسمع صوت الله ماشيا في الجنة. ما تطلع إلى الطبيعة فنجدها خادمة لينا. لا نجد بين الحيوانات حيوان مفترسا، ولا نجد بين النباتات حسنا ولا شوكا، ولا نجد أيضا بين الطيور طيور كاسرة، ولا نجد بين الزواحف من يبث السم فينا. كانوا عايشين في السماء أو شبه السماء. بعد ما غلطوا الفردوس ما تغيرش، النبات طبعا يحصل التغيير في الحيوانات والطيور والأرض بعد الحكم الإلهي. لكن لو سألنا آدم وحواء اوصفوا لنا الفردوس بعد السقوط، يقول لك مكان ضيق ضيق ضيق، مش طايق اشوف نفسي، مش محتمل مراتي، هي تقول لك مش محتمل جوزي، مش محتمل الارض اللي انا فيها، الدنيا سودا سودا قدامي، سمعت صوتك فايه؟ فخشيت لاني عريان فاختبأت. آدم وحواء كان في داخل الحبس، لكن مش حبس في أسوار من الحجارة وأبواب حديدية وسلاسل مربوطة بها أيديهم ورجليهم، لا، حبس من صنع أيديهم، حبس من صنع أيديهم. أحب اللعنة فتبعتهما. مالكم؟ أنا مش عارفين نتحرك، كل حاجة قدامنا سودة، الدنيا هيجة علينا. طب اتفهموا مع ربنا، مش طايقين نسمع صوت، سمعنا صوتك فايه؟ فاختبأت. مش ده الصوت اللي كنت بتتهدأ بيه؟ كان وداني كانت تسمع صوت ربنا بطريقة أخرى. آدم وحواء سجن نفسيهما في الخطية، والمسيح بإرادته سمح أن يحبس في بيت حنانيا لكي يحررهما ويحرر أولادهما من سجن الخطية. هذا نسأل بطرس بولس الرسول، تقول له إيه رأيك في السجن؟ تقول لك أني سجن. تقول له اللي أنت فيه؟ تقول لك يا افرحوا في كل حين، واقول ايضا افرحوا في الرب. احكي لنا بتعمل ايه مع السجانين مع العساكر. اهي قد قالت بتقدر هذه القيود ليه؟ لصالح الانجيل، قد قالت الى تقدم الانجيل. فرصه العمر ليا كل 6 ساعات يجوا 4 عساكر ياخدوا الدورية بتاعتك، أو كل كام ساعة الدورية. طب أكلمه مرة تانية، كنت فين هتقابل مع العساكر؟ كنت فين هقدر أدخل بيت الإمبراطور في روما؟ كنت إزاي أقدر أتقابل مع الأشراف والعظماء وأكلمهم عن المسيح؟ كان فين ممكن أقف أتكلم مع الوالي ومع الملك أغريباس؟ فرص العمر اتفتحت ليا للجرازة في داخل السجن في بيت الملك أينما وجد. إنسان الله لا يمكن أن يسجن حتى ولو قيدت يداه ورجلاه بالسلاسل، ولكن لا يستطيع أحد أن يقيد قلبه لأن قلبه مفتوح
على السماء. حبس السيد المسيح في بيت حنانيا، وبدأت المحاكمات الدينية، ثم بدأت أيضا المحاكمات المدنية. يا ترى يا ربي أنت تبع مين؟ حاجة تحير. بيلاطس يقول ده موجود في أرضي في الناصرة، لكن ده جليلي يتحكم قدام مين؟ قدام هيرودس. وبدا بيلاطس يبعت لهيرودس، وهيرودس يبعت لبيلاطس. الله خالق السماء والارض صار محصورا للمحاكمه من ارض الى ارض او من موضع الى موضع. ديان البشريه كلها يقف امام الحكام. ملك يا رب، أنا نفسي أقف قدامهم أشرق بنوري عليهم. فتصالح هيرودس مع بيلاطس بعد أن كانت بينهما خصومة لمدة طويلة، حتى في محاكمته صنع سلاما. هيرودس لما سمع أن بيلاطس بعثوه قال يا ده اللي انا بسمع عنه اخبار رائعه، ده اللي بسمع عنه انه صانع ايات. فرصه العمر قال له اعمل اي واحده، اعمل اي واحده. لم يسمع اي واحده قدامه. ليه يا رب؟ قال انا جاي للصليب. لو صنع ايه ربما كان يونس قد امن ولم يصدق. أنا مش جاي أستعرض الآيات، أنا جاي أتمم خلاص. أنا مش جاي أبرر نفسي قدام الناس، أنا جاي أبرر البشرية قدام الآب. أنا مش جاي عشان أهرب من الصليب، أنا جاي بإرادتي لأصلب كي أحرر البشرية من سلطان عدو الخير. ورفض السيد المسيح أن يصنع آية واحدة. وكان ممكن بهذه الآية ينجو حسب الفكر البشري من الصلب، وبيلاطس كان عنده الإمكانية إن يقتل المسيح ويسلكه من بين إيدين اليهود ويفلت المسيح من الصليب. تمام، من أجل هذا قد أتيت. يا ربي الواحد بيقف كده يقف في عجب قدام كل كلمة، قدام كل تصرف، قدام كل حدث في هذه اللحظات الحاسمة. إلهنا الصالح الذي أحبنا ومن أجلنا أسلم نفسه حتى الموت، يعطينا جميعا أن نتمتع ببهجة قيامته، وأن نتمتع بقوته، وألا نخاف الموت بل نحمل المصلوب في داخلنا لكي نتمتع به ليلانا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد. What?
الطرفان هو وبنيه ونسائه، وأيضا الحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة، لأجل تجديد الأرض مرة أخرى نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. Oh, God.
نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. Hola.